ادي نجيب كده ان القرآن له قيم، وقيم القرآن هو الإمام، لا يفسره ولا يفهمه إلا الإمام بس. يبقى إذن أستاذنا الفاضل، إيش لماذا ربط النبي ما بين القرآن والعطرة إذا لم يكن هذا هم؟ اسمع يا أستاذي، اسمع أجيب بس، صادق الإمام الصادق، اسمع يا أستاذ الفاضل. يبقى إذن لما أجي أتكلم عن موضوع التلازم، تمام، آدي كتاب الكافي، بسم الله. جيد، أجاوب. ثواني يا أستاذ الفاضل، أجيب لك نعم بس الرسول. واضح، أنت تقول ثانية واحدة بس، آية أجيب لك الكلام عندك من المليون. الكتب يا أستاذنا، يا أستاذنا أجيب لك بس الكلام من الكتب عشان يبقى الكلام واضح، تمام، عشان أنا إيه بحب أتكلم بالدليل. هذا القرآن لا يكون حجة على أحد إلا بهذا القيم، تمام. تعالى كده استاذنا الفاضل، نروح كده اخواننا المستمعين، انا شوف هتكلم معاك بدليل، هتكلم معايا بادله بعد اذنك يا ابو قسوره. ادي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني في الجزء الاول صفحه 169. حديث طويل، اخواننا الاحبه، ناخذ منه محل الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه واله كان هو الحجه من الله تعالى على خلقه. قالوا بلى، الى ان ياتي والقدري والمرجئيه الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال وتصنته. فعرفت ان القران لا يكون حجه الا بقيم، تمام. فما قال فيه من شيء كان حقا، فقلت لهم من قيم القرآن، تمام. فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم، عمر يعلم، إلى رئة الكلام إن عليا عليه السلام كان قيما للقرآن، وطاعته مفترضة وكان الحج على الناس. يبقى إذن أستاذ الفاضل، أين هنا أستاذي، أين القيم لهذا القرآن؟ يعني إحنا بنتكلم بعقل أهو. فحضرتك الآن أين التلازم؟ التلازم لابد أن يكون هناك تلازم. ما معنى التلازم؟ لن يفترق، يعني المفروض الإمام ده هو اللي معاه علم القرآن، وهو اللي معاه علم التفسير، وهو اللي معاه علم الناسخ، وهو اللي معاه علم المنسوخ، وهو معاه علم المحكم، ومعاه علم المتشابه. ده كلام الشيعة يا أستاذنا أبو قسورة. الآن أنا بسألك سؤال، هل لهذا القرآن يا أستاذ الفاضل، هل لهذا القرآن قيمة بدون القيم؟ طيب اول شيء جاوبني اولا ثم اول شيء، هل هذا القرآن قيمه بدون القيم، نعم او لا؟ استاذ اشرف غريب، تحدني بين اجابتين لا ثالثه لهما. هل هذا القرآن قيمه بدون القيم؟ لا مو هنا انا برضو اخر مره هل سأله بعد كده احطك تحت البطانيه. هل هذا القرآن شوف سؤالي واضح، ما تخشيش بحر الانوار وبحر الظلمات، سؤالي واضح لا يحتمل اجابه ثالثه. هل هذا القرآن قيمه اليوم بدون قيم؟ يا عم رد على كلامي، ماليش دعوه بالبحار، شوف مش عايز ارد يا اخي، رد. هل لهذا القرآن قيمة بدون القيم؟ جاوبني. لا استاذ اشرف غريب، بس خليني اكمل. ما تكملش، لا من حقي ومن حق الجمهور يا عمي، من حقي ومن حق الجمهور المتابع ان يعرف اجابات مباشرة، ثم استرسل بعد ذلك مع اشرف غريب. هل لهذا القرآن قيمة بين يدي؟ الان جاوبني ثم استرسل. هل لهذا القرآن قيمة اليوم بدون القيم، نعم او لا؟ لا انا لم استرسل، الان تسأل السؤال قبل هذا. روح نام يا راجل، اخند للنوم ولا نصل معكم لاجابة. لا ما تحطنيش بالنعم ولا، لا احطك بالنعم ولا، أصلي إما يكون له قيمة، فإذا ذكرت نعم سألناك أين القيم وبماذا قدم القيم هذا من علم يستفاد منه حتى يصبح إماما. ما هو الإمام يعني شيعة، ركزوا في نقطة هامة. مفهوم قيم على القرآن أي لا يفهم ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا هذا القيم عندكم اللي هو تسموه المعصوم المهدي. أما إنك هتقعد تلف وتدور، يبقى أنت بتضحك على نفسك أولا، مش بتضحك علي أنا، فأنت بتضحك على نفسك مش بتضحك علي أنا. السلام عليكم.